ديكو دراما بدأت مؤسسة كردستان الفضائية بالعمل عليها لإعادة تمثيل أحداث ووقائع ثورة أيلول التي اندلعت في 11 من أيلول عام 1961 تحت زعامة الخالد ملا مصطفى بارزاني. بشي ديكومنتاري. قسم الوثائقيات في مؤسسة كردستان الفضائية تحاول إعادة التمثيل أحداث الثورات الكردستانية، والذي نقوم به الآن هو جزء آخر من عملنا بدأنا به في منطقة بالكاتي. نوثق جميع الأحداث التي وقعت في ثورة أيلول. على سبيل المثال، كيف أن قوات البيشمركة مارست التدريبات العسكرية واستخدمت الأسلحة، وكيف درست وكيف واجهت الأعداء. يعتمد توثيق الأحداث على كتاب البارزاني والحركة التحررية الكردية للرئيس مسعود بارزاني، وعلى مشاهدات البيشمركة الذين شاركوا في الثورة وكانوا شهود عيان على وقائع الثورة. أوروكا لجندي برسيرين. اليوم جئنا إلى قرية برسيرين لتسجيل ديكودراما ثورة أيلول، فهو مكان ملائم لإنجاز هذا العمل. استطعنا إكمال الجزء الأول والثاني من كتاب الرئيس مسعود بارزاني عبر الاستفادة من خبرة مجموعة من بيشمركة ثورة أيلول وجولان لإعادة تمثيل الملاحم البطولية التي سجلت في ثورة أيلول. والله اشتباه. نشكر مؤسسة كردستان الفضائية على إنجاز هذا العمل، فهو شيء جيد لأنه يذكرنا بأيام الثورة ويبين للناس كيفية اندلاع الثورة والصعوبات التي واجهتها. معظم المشاهد يتم تصويرها في حدود إدارة سوران المستقلة، لأنها كانت مركز الثورة والملاحم البطولية التي سجلتها قوات بيشمركة كردستان ضد جيوش أعداء كردستان. رايبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.